مساء الخير، اهلا وسهلا. بسرعه جدا، كنت عاوز اتكلم عن البابيونه والقميص ابو وينج كولرز. البياع في مصر بيشترط عليك وبيحلف عليك يمين ان لازم لما تشتري تكسيدو لازم تشتري معاه وينج كولر، قميص بوينج كولر اللي هو عامل زي ما يكون بجناحه، وده اللي يتلبس عليه بابيونه سودا. طبعا ده كله كلام فاضي، كلام فارغ. الوين كولر ده بتاع الفورم اللي هو التوب فورمال ايفنتس، اللي هو اعلى حاجه رسميه تماما، وبيتلبس على بابيونه بيضة فقط. ده قاعده، دي ما فيهاش، ده قاعده رسميه، وده يعني قاعده. القواعد مش كتير في اللبس، يعني في حاجات يستحسن كذا يستحسن. لا، دي قاعده. القميص ابو وين كولر اهو زي ما انتم شايفين بيتلبس على ايه؟ على بابيونه بيضة فقط. البابيونه السوداء العاديه تتلبس على ايه؟ تتلبس على قميص عادي، قميص عادي، بس هي تكون عريضه سنه علشان يبقى في مساحه البابيونه تسدها، يبقى القميص عريض. او ممكن يبقى قميص حاجه اسمها بليتد بكرانيش قدام، وكرانيش ليها انواع كتيره جدا. اهو شكرا، سلام عليكم.